النهارده جايزة لأفضل برنامج رياضي إذاعي بتروح للكابتن زكريا ناصف عن برنامجه فير بلاي. نرحب بك يا كابتن ومبروك على الجائزة النهارده. بشكرك كتير العام التاني وأنا سعيد بيها جدا أكتر من السنة اللي فاتت، لأن لما بتحقق نجاح بتحاول تحافظ عليه، والسنة دي تأكيد للنجاح، فطبعا سعيد جدا بالجائزة السنة دي وسعيد براديو 90 وأسرة برنامج فير بلاي. رغم ان البرنامج مره واحده في الاسبوع ولمده ساعه، الا ان السعاده الحقيقيه لانها باستفتاء الجمهور، وده بيخلينا نكمل، وان شاء الله السنه الجايه هاجي اعمل هاتريك كمان السنه الجايه باذن الله واحافظ على النجاح ده. بارك لك كمان على البرنامج التلفزيوني على صدى البلد الماتش كمان. دي تجربه جديده ليا، مرتين في الاسبوع خميس وجمعه، بحاول اقدم نوع شويه مختلف في الرياضه بحيث ان احنا نهدي الناس شويه، الناس منفعله ومولعه على السوشيال ميديا وخناقات فبنحاول نوصل معلومه بنحترم بها عقول المشاهدين. يعني رايك ايه في تعيين الاهلي المدير الفني الاورجواني مارتن لازارتي؟ طبعا ما فيش حكم عليه دلوقتي، يعني لازم نستنى ونشتغل ونشوفه بيشتغل ازاي، لان هو عنده قدرات، عنده سي في جيد، شخصيته عرفنا انها شخصيه تليق بالنادي الاهلي، فانا اتوقع النجاح ليه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي بعد كبوته الفتره اللي فاتت، هل هو قادم الفتره اللي جايه؟ انا عندي كل الثقه ان الاهلي هياخد المؤجلات كلها وهيقدر ينافس ويرجع لمكانه الطبيعي الاول على الدوري. اخيرا، كاس الامم الافريقيه المقبله، شايف مصر فيها حظوظها ازاي؟ كبيره جدا شايف، لان ما كانش الحكومه قدمت دعم لاتحاد الكوره يبقى اكيد وراها في اتجاه وتوجه ان هم ينقذوا الكاف من الازمه اللي هو فيها، لان هو ما كانش لاقي دوله بس بالظبط. فدلوقتي المنافسه مع جنوب افريقيا، لكن فرصنا اكبر باذن الله.